سياسيا طرحت القرارات الأخيرة للحكومة المبثقة عن الثلاثية موجة من التساؤل. حلول ترقيعية لم ترق إلى التعاطي الفعلي مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، هكذا تشخص أحزاب المعارضة مخرجات لقاء الثلاثية الأخير ومقترحاته لتجاوز الأوضاع الحالية. حلول تبقى سطحية بالنظر إلى الجبهة الاجتماعية المشتعلة من جهة، وافتقاد حكومة سلال إلى رؤية استشرافية واضحة المعالم من جهة أخرى. هذه مبادرات حلول وليست حلول، لأن ما زال لم تتضح الرؤية بشكل كافي، وحتى هذا النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتحدثون عنه هو أقرب للمبادرة منه إلى الحل، لأنه مبهم وغير واضح. على الحكومة الإسراع في دفع بعجلة التنمية في جميع القطاعات لتجاوز الوضع الاقتصادي الراهن، هو ما تشدد عليه أحزاب الموالاة، معتبرة الاستمرار في نفس النمط في التعاطي مع انشغالات الطبقة الشعبية بالغير محسوب العواقب. في ظل طبعا انهيار سعر النفط فيما سبق، يتوجب على الحكومة إيجاد الآليات والميكانيزمات البديلة لخلق طبعا لبعض اقتصاد يمكن له أن يكون في السنوات المقبلة بديل عن المحروقات. الانهيار الرهيب لأسعار النفط ومن جرى عنه من وضع مالي صعب للبلاد زاد من التركيز على قدرة الدولة في السيطرة على الوضع، ما يجعل من فعاليات مخططات حكومة سلال 4 على كف عفريت.